وصف خبراء الأمم المتحدة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمنصة الإنسانية للمملكة العربية السعودية، هذا ما أكده الدكتور عبد الله المعلم مسؤول القطاع الصحي بالمركز في الندوة التي نظمها مركز الملك سلمان بالنادي الصحفي السويسري بجنيف، حيث استعرض المعلم جهود المركز في العمل الإنساني والإغاثي تجاه المجتمع الدولي والأشقاء في اليمن. 80% وأكثر من جهود مركز الملك سلمان مركزة على اليمن، وهذا لم يأتي من فراغ، جاء بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله شخصيا بأن تركز جهود الإغاثة على اليمن. الآن نعمل في اليمن بحوالي أكثر من 325 مشروع، هذه المشاريع مركزة على الفئات الضعيفة بالنسبة للطفل والمرأة، ونسعى إن شاء الله إلى زيادة هذه البرامج. هذا إضافة إلى ما يقدمه برنامج إعمار لليمنيين، ونسعى من خلال هذه البرامج إلى تحسين البيئة والحياة للمواطن اليمني. ولدينا العديد من البرامج الهامة، منها برامج تأهيل الأطفال المجندين، وبرامج تركيب الأطراف الصناعية، وبرنامج السعودي لإزالة الألغام في اليمن. الجهود الإنسانية والإغاثية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن واضحة للعيان، حيث بادر المركز بتقديم العون والمساعدة للأشقاء في اليمن عبر تنفيذ حزمة من المشروعات بالتعاون مع 80 شريكا في مجالات الصحة والأمن الغذائي والقطاعات المتعددة، إلى جانب دعم وتنسيق العمليات الإنسانية. الذي سينقذ اليمن هو السلام، ينبغي أن نعود إلى مربع التشاور وإلى مربع التفاهم وإلى أن نمضي إلى السلام، لكن السلام العادل والسلام المستدام، ليس السلام الذي يكافئ الميليشيات على جرائم ارتكبوها في حق الناس. استشعارا بالمسؤولية الإنسانية التي يطلع بها المركز، امتدت أعماله الإنسانية والإغاثية لتشمل الروهينجا واللاجئين في بنغلاديش، وامتدادا للعطاء الإنساني للمملكة تجاه الأشقاء في سوريا، أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب السوري، هذا ما أكده المتحدثون في الندوة. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعتبر نافذة دولية للعمل الإنساني والإغاثي للمملكة العربية السعودية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.